هل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أكثر من فرقة؟ بيمر صلى الله عليه وسلم زمن أو زمن شو تحن جماعة تلا سونا غيري تيح. كم جماعة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نلير جماعة. جماعة واحدة. تح جماعة تيرتي. إذا لابد أن نكون على هذه الجماعة. تحتندي تحن جماعة تيح خلدي يشتقوا يا. لا نتبع إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. تحني أنت عبوي دايزن دالش خلدي يشتاق خوي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نتبع أشخاص. تحن أنت أحد دولو يا قيتش ناغن. كل الأئمة الأربعة أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وي إمامة مذهب إمامة تار مسارة تار وين دندل أمره ويبايمر أنت أحد وزردرك.